استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية موقع المالطة والخبة السعوديين بعد بعدد من الصواريخ، كما اقتحمت موقع الفخيذة السعودي في جيزان وكبدتهم خسائر في العتاد. تقدم واستفسال وروح قتالية عالية يصدرها أبطال القوات المسلحة والأمن وإلى جانبهم اللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الغاشم منذ بدئه، إذ كبدوه خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. سعى العدوان السعودي عبر مختلف وسائله المالية والإعلامية إلى محاولة تقليل أهمية انتصارات الجيش اليمني وتقدمه في العمق السعودي، محاولا تغذية انهزامه وخوفه من ردة الفعل الشعبية. أسكود اليمن الأول كان ردة الفعل الأولى على العدو، خصوصا عقب إعلانه تدمير أكثر من 80% من عتاد وقوة الجيش اليمني، ليكون ضربة قاسمة لهم، مصيبا هدفه في قاعدة الأمير خالد بدقة عالية، موقعا ضحايا بشرية في صفوف قوات العدو وممتلكاته وعتاده. مع كل تقدم يحرزه أبطال القوات المسلحة بمساندة اللجان الشعبية، ترى إعلام العدوان كعادته يسعى إلى تضليل وتعتيم أي انتصارات يصدرها الجيش اليمني، ليأتي الإعلام الحربي مكذبا وفاضحا تلك التضليلات والافتراءات التي يسعى لها إعلام العدوان. أسكود اليمن الثاني كان انتصارا آخر لليمن وأبنائه في وجه آلة العدوان السعودي، مصيبا هدفه بدقة في قاعدة السليل الجوية، ملحقا خسائر فادحة في صفوف العدو السعودي وعتاده. لم يكن من المتوقع للمتابعين والمحللين والمراقبين أن يتفوق العدو بكذبه إلى حد قوله أن ما حصل في قاعدة السليل الجوية كان نيزكا سماويا، فبلغ من الكذب والتضليل درجات لا يمكن وصفها، مؤكدا بذلك تقدم الجيش اليمني ولجانه الشعبية. بطولة يصدرها أبناء الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع مواجهة العدوان، ومع كل انتصار وتقدم ليمن الإيمان والحكمة يسعى العدوان إلى تقليلها وتضليل الرأي العام. عشرة الصواريخ تنهال على أراضي العدو السعودي مكبدة إياه خسائر كبيرة، فبالأمس قتل ما لا يقل عن 5 جنود سعوديين، فيما إعلامه يقلص العدد إلى شخص واحد ليتضح مدى الحجز والفشل والهزيمة التي أصيب بها ومدى التقدم والانتصار الذي يحققه أبطال الجيش اليمني، ملقنين العدو دروسا في حب الأوطان والتضحية من أجل الكرامة والسيادة. حل هذه اليمن اليوم.